قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات. هذا حديث في الصحيح وفي غيره. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا نهي للرجال، وهذا يدل أصلا على قوامة الرجل على المرأة، لأنه لما قال لا تمنعوا معنى ذلك في الأصل أن الرجل يحق له الإذن ويحق له المنع. ومن سلامة المجتمع أن تبقى قيومة الرجل على المرأة باقية، كلما كانت المرأة لا تخرج ولا تقوم بأمر في غير خاصة نفسها إلا بإذن زوجها كان ذلك أكمل في صلاح المجتمع وأولى وأحق وأقرب للسنة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، الخطاب للأزواج. نهاهن النبي صلى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج أن يمنعوا نساءهم من أن يذهبن إلى الصلوات، لكنه مع ذلك جاء في الحديث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالطريقة المثلى إذا أردنا الخروج إلى الصلاة، قال: وليخرجن تفيلات. معنى تفيلات غير متزينات ولا متطيبات، لا يخالطهن زينة ولا يخالطهن طيب. وفي حديث آخر والسنة يكمل بعضها بعضا قال: وبيوتهن وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. فالأكمل والأولى والأجدر بالمرأة أن تصلي في بيتها. في بيتها. لكن نقول مثلا الآن القدوم إلى الحرمين إلى مكة والمدينة، نرى كثيرا من الأخوات الصالحات المؤمنات يأتين إلى الحرم المدني والحرم المكي من قبل، فهذا حسن يعني فعله، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وبثت فيه الكثير من الصوارف تصرف النساء عن دين الله جل وعلا. لكن في مثل هذه الحالة تتقيد بقضية قول عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفيلات. والأمر الآخر لا يعني لا يلزم أن تخرج لكل صلاة. يعني مثلا الفروض خمسة، لو اختارت فرضين ثلاثة تذهب فيها إلى الحرم يكون ذلك حسن، خاصة في التي يقرأ فيها الإمام ويجهر فيها بالقراءة كالعشاء والمغرب والفجر حتى تسمع القرآن، فهذا أرق لقلبها وأحسن لنفسها، يعني يتخذ هذا السبيل لا حرج فيه. لكن الأصل منع الأصل ليس للزوج أن يمنعها، لكن لو غلب على ظن الزوج أن المرأة تتأذى أو قد تؤذى له الحق بعد ذلك أن يمنعها. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأذن لأزواجه أن يذهبن مع شدة غيرته، كان لا يريده قلبيا، لكن لما قيل لما لم يمنعهن قال: منعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نحن على أبواب شهر رمضان، شهرين من الآن فضيلة الشيخ، حضور أو ذهاب النساء للتراويح، إذا كانت المرأة ترى أن في ذهابها لصلاة التراويح ما يخشع لها له قلبها وتطمئن به نفسها ويزيدها إيمانا ويعينها في مقتبل أيامها، فخير لها أن تذهب مع البقايا على الشرط النبوي: فليخرجن تفيلات. وإن كانت المرأة إذا ذهبت ليس هناك إلا مجامع نساء وأحاديث وخوض فيما لا يعنيهن ولا تجد المرأة قلبها، فتبقى على الأصل وهو أن صلاتها في بيتها أفضل خير لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نستطيع أن يعني نتطاول على الناس ونقول إنه لا خير في ذهابها، ولا نقول إن الخير كله في الذهاب، لكن كل أحد أعلم بخاصة نفسه، وكلما كانت العبادة لله أطوع وللعبد أنفع جاز للإنسان أن يأتيها.